صورة من الأرشيف لعلاقة أبعد أن تكون اليوم كما كانت حينها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بسحب القوات العسكرية لبلاده من المملكة. كان ذلك في اتصال هاتفي مطلع الشهر الجاري في أوج أزمة تهاوي أسعار الذهب الأسود. تكشف وكالة رويترز في تقرير حصري عن إبلاغ ترامب الأمير بن سلمان أنه في حال عدم بدء منظمة أوبك خفض مستوى إنتاج النفط فإنه لن يوقف مشروع قرار بالكونغرس ينص على مغادرة القوات الأمريكية أرض المملكة. بعد 10 أيام فقط من رسالة التهديد بإنهاء تحالف استراتيجي عمره 75 عاما قلصت فعلا أوبك الإنتاج على مستوى المنظمة. خيارات واشنطن لمواجهة إغراق السوق بالنفط السعودي الرخيص كثيرة قالها وكررها الرئيس ترامب، ويبدو خيار التلويح برفع الحماية فعالا وسريعا أيضا. سحب القوات الموجودة لحماية آخرين إقرار بأن الصداقة والدعم طريق ذو اتجاهين، هكذا علق العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ بيل كاسيدي عن مشروع القانون الذي عرضه. قانون يقضي بسحب القوات الأمريكية من السعودية بعد 30 يوما من التصويت عليه. حرب أسعار النفط أشعلت جبهات عديدة يصعب إخمادها قريبا لا في الولايات المتحدة ولا في المملكة. نقل موقع أويل برايس عن مصادر مقربة من البيت الأبيض أنه من بين الخيارات المطروحة على الرئيس ترامب قانون يسمح بمقاضاة أرامكو والوصول إلى أموالها. هل يريد تغريم السعودية الثمن ما بعد الاثنين الأسود؟ كيف وهو الغاضب من الصفعة التي تلقتها صناعة النفط الأمريكية في توقيت لا يحسد عليه؟ الانتخابات الأمريكية على الأبواب وانهيار سوق المال والاقتصاد قد ينهي حلمه بالفوز بعهدة رئاسية ثانية داخل دوائر صنع القرار الأمريكية. وفق مقال في أويل برايس بات ينظر إلى السعودية كدولة خانت علاقة صداقة طويلة بين البلدين، علاقة لم تمنع الرئيس ترامب يوما من الجهر بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لن يستمر في الحكم أسبوعين دون حماية القوات الأمريكية. هل ثمة ما سيعيد الأمور إلى ما قبل قرار إغراق السوق العالمية بالنفط السعودي والروسي وبثمن زهيد؟ إلى أي مستوى يمكن أن تتهاوى العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض؟ براميل النفط الأخيرة لن تكون السبب الوحيد في انهيار بورصة علاقات ثنائية تهزها أزمات كثيرة معقدة. المال وحده لا يكفي لتكون مستمرة ومستقرة.